انا شايفاهم طالعين بقول لهم ده بابا نايم عيان ملهوش دعوه باي حاجه. اللي اسمه احمد فيصل اداني علي فيصل اداني بالرجل وقعني من على عتبه قد كده اهو، ده خلاني دعكت في الارض ويا بقى والفاظ بقى مش ممكن ان انا اقولها، يا بنت كذا ويا بنت كذا، عشان بقول لهم بابا راجل كبير وعيان، وقعدوا يشتموا فيا ويضربوا فيا، وبرده كسرت الضرب من اول الضرب وهم كانوا بالمصارى الدمع، ونزلوا حمله في الفجر وخد اخويا وهو جاي من صلاه الفجر وبهدلوه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. ضرب نار ده. تيجي 20 واحد داخلين عليا وراحوا مقاومني نازلين فيها ضرب وانا واخد علاج ونايم، وخدوني ضرب لغايه المساكن بره لغايه البوكس غيرت عربيتين، وهم ضربوا فيا قدام عيالي وقدام المنطقه. فارس فارس تعال اطلع فارس اطلع فارس هاي 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 اللي اخويا عمل خناقه مع ناس جيراننا، خناقه عاديه يعني مع ناس جيراننا بره، فاحنا حليناها الخناقه ديت والطرف الثاني اتحل يعني معانا وكده، فجت الحكومه جم بضرب نار وشتيمه واهانه وضرب في النسوان وفي الحريم، راح دخلوا البيت عندنا كسروه، راح خدوا اخواتي البنات اللي ما لهمش لازمه، بنقول له يا باشا انت خدتهم ليه؟ قال لي بس يا ابن كذا عشان يجي اخوك الثاني. اخويا طبعا مشي لما سمع الحكومه جه راح مشي، راح جم اخواتي البنات، جم خدوا اخواتي البنات واخد بالك ومتعلمين ومعاهم دبلومات، واحده فرحها بكره، راح جم خدوهم واهانات بقى غير الاهانه وبقوا المرمطه ومرمطوهم في الارض وفي الشارع وفضلوا يضربوا فيهم يعني وودوهم الاسم. فانا رحت جبت اخويا اللي هو اللي ماشي دوت، رحت موديه الاسم، المفروض اخواتي البنات يطلعوا، طلعوا بعد ما رحنا سلمنا اخويا بساعتين بس، ودلوقتي جم بقى غير الاهانه والشتيمه، احنا مش عارفين نعمل ايه مع الحكومه، وكل يوم ينزلوا لنا واهانه وشتيمه وقله ادب، ليه؟ على ايه؟ مسك الشباب دول، طبعا لقينا الحكومه طبت علينا ايا كان، ان كان حد اتصل بيهم من هنا او هم جم من نفسهم، لان احنا زائر الليل بيجوا الصبح والظهر والفجر من غير ميعاد، مش هيقولوا لنا واحد منكم ومش واحد منكم ضربونا ببعضنا، احنا ما نعرفش جم ازاي. ما علينا، طبعا الشباب دي مشيت اتفرقت من بعضها، ما لقوش اصحاب الخناقه، ينفع يخشوا ينتهكوا حرمه البيت ومسكوا بنتين من شعرهم وضرب ودخلهم البوكس، وانا واحده من الناس جيرانهم، ما فيش اي حوار ولا دخلنا في المشكله ولا اي طرف من هنا او من هنا، دخلوا بيتي كسروه، اخذوا جوزي وهو عيان راقد على السرير وضرب لحد ما وصل البوكس، وهناك اخر بهدله واخر قله ادب. الراجل ده عنده 62 سنه، ينفع؟ ينفع؟ حضرتك انا كنت بزور اخواتي الاثنين، محمد ده اللي وراك اللي في الصوره، وفي صوره هنا سيد اخواتي الاثنين، واحنا نزورهم الصبح من الساعه 6، جينا بعد العصر جينا قلنا الحكومه دخلت علينا تديني لنا الباب ده مكسور، وحضرتك زي ما انت شايف الحاجه هي قلبنا 2900 كانوا هنا في الحصه، والله مستلفاهم عشان الحكومه، عشان المحامي طالب مني فلوس واجيب لبس المدارس للعيال. جيت لقيت الدنيا معلومه هنا، بقول له ده الحكومه دخلت قلبت الدنيا يا جماعه، الفلوس متاخده على ده الحكومه، دخلت بالرشاشات وضربوا نار. اهي حضرتك ادي الطلقه اهي اللي نضرب بيها وما عملناش حاجه.
الحكومة تقريبا عندنا 24 ساعة يوميا عندنا، ما فيش ولا يوم إلا ما لقيناهم. النهاردة عندي، بكرة عند جارتي، امبارح كان عنده فلانة، وهنا عندي علانة. أخدوا شباب ما لهاش ذنب في أي حاجة، ولا شافوا تكسير ولا شافوا حريق زي ما بيقولوا، موقعة النايل سيتي ما لهمش أي حاجة. أخدوا شباب من أحضان أمها وهي نايمة وعملوا لهم ضبط وإحضار، واللي ما خدوش جايين دلوقتي كل يوم الصبح بينزلوا يدوروا عليه وياخدوه. كل تهمتهم إنهم عملوا إيه؟ اتحرق ولا ولع ب60 نيلة. إحنا مالنا؟ كل تهمتنا إن إحنا قريبين من مكان. انا بصي انا عندي شغل البيت وانا في الشارع، انا في اي حته، بس اهم حاجه هو بيعمل ليه كده، بياخد ليه وبيدمر شباب زي الورد. يعني وانت تيجي تشوف ليه؟ طب ما انت عاوز طرفين، انزل على الطرفين بس خدهم. ليه مالها الناس اللي هي الغريبه؟ مالها الناس التانيه؟ انت عاوز فلان، انزل على فلان ذات نفسه، مالكش دعوه بالحريم، تاخد ليه الحريم؟ انا اجيب لك عشيمه والشيمه وقله ادب والناس، وهنا ناس متعلمه مش ناس يعني الجهله ولا بلطجيه زي ما بيقولوا عليهم. كانوا بلطجيه، امه اللي عاملهم بلطجيه، كانوا الناس بلطجيه، الحكومه اللي عاملاها بلطجيه هي وسويرس. وانا راجل موظف، انا راجل موظف، انا في النايل سيتي حاليا. بتشتغل ايه؟ انا شغال جوه امن في النايل سيتي حاليا. هل انا لو بلطجي انا افضل في النايل سيتي؟ لا سيبوا، لا سيبوا، بتعيط والله العظيم، لا سيبوا، ماشي، لا كل يعني بتقعد تعيط والله العظيم. مننا ما انا عارف ان العالم بيسجل الكلب اللي هنا.